الو الو الو، مساء الخير. مساء النور محمد، مع حضرتك. اهلا يا محمد. متزوج ولا لا؟ مرتبط ولا متزوج. منفصل؟ متزوج ومعايا 3 اولاد. اهلا يا محمد، اهلا بحضرتك. قلبك مساكن شعبيه ولا ايه؟ هو مش النظريه ان هو مساكن شعبيه، يعني انا متزوج مثلا ده لي 10 سنين، تمام؟ في حد انا مثلا بحبه وحابب ان انا اقرب منه وحابب ان انا اتعرف عليه، مفيش فرصة لده، تمام؟ بس في حاجة جوايا بتخليني ان انا اسعى ان انا اشوفه، اسعى ان انا مثلا ادور عليه، ان انا اتقابل فيه بالصدفة ومش عارف، تمام؟ والظاهرة دي موجودة. انا ليا اصدقاء، يعني انا ليا صديق، تمام، متزوج من 3 وحاليا بيدور على الرابع. مش فكرة ان هو مساكن شعبية، فكرة ان هو مثلا انسان مقتدر وعايز يعمل اسرة كبيرة وعايز يعمل وعايز وعايز وعايز. عندي اصدقاء تانية متواجدين معايا برضو، قصة مساكن شعبية دي تنطبق عليهم، مش اثنى وثلاث ورباع، لا، لو في خماس وسداس وسباع ماشي، تمام. طب بمناسبة الخماس والسداس والسباع والعشاب كمان، تمام، انت مع ولا ضد ان احنا كستات نعمل انتفاضه ضدكم كرجاله ونقول لا للتعدديه؟ والله حضرتك انتوا كستات على الراس، يعني حاجه موصي بها الدين. يعني انت لما تيجي تتكلمي بالدين، لما مثلا يجي بني ادم يخطب بنتي، انا اقول له راعي ربنا فيها وشوف ربنا وربنا وربنا، مظبوط الكلام؟ مظبوط. طيب انا ليه لما اجي اقول انا هتزوج زوجه تانية ما باش راعي ربنا، وربنا محلل اثنى وثلاث ورباع؟ يبقى انت كده عملت مصيبه وعملت انقلاب في حياتك وعملت مشاكل لا تحصى ولا تعد، تمام. طب ما الشرع محلل 2 و3 و4، النقطة دي في الحياة مش موجودة عند مثلا الحريم بصفة عامة، مع ان ربنا محلل ده، تمام. في بقى مثلا صديق، وصديق مقرب جدا جدا مني ومتزوج وعايش عيشة كريمة جدا جدا، تلاقيه مثلا عايز يرتبط بواحدة وبالتانية وبالتالتة، وأول مثلا ما زوجته تاخد خبر بالموضوع لازم يفض العلاقة ويبدأ في علاقة تانية جديدة وتالتة جديدة. ده ممكن ننطبق محمد عليه. بشكرك جدا يا محمد، ويعني محمد شايف انه الراجل قلبه مساكن شعبية شوية وشوية، يعني مش كله. طيب خلونا نشوف المكالمة اللي بعد كده. طيب يمكن في ناس او في رجاله هتقول لك انا مع الدين، بس مع الدين في الجزء الاول من الايه الكريمه، والجزء الثاني لا، مع انك تتجوز 4 وما تعدلش.